عندي سلطه خضار حلوه قوي. مقادير سلطه الخضار بالزبادي عباره عن نص كيلو خضار مشكل، انا واخده جزر، بطاطس، فاصوليا، وكمان بسله معايا الاثنين هنا، خليني اعملهم كده. عندنا كمان معلقه كبيره من البقدونس مفروم والكزبره ناعمه مفرومه، القزبره والمقدونس مفرومين، معلقه صغيره من الثوم مفروم، كوبايتين من الزبادي اللي هو الياغورت، وكمان 2 معلقه كبيره من المايونيز، وعصير ليمونه، ليمونه صغيره كده نعصرها، ناخد العصير بتاعها فريش مش العصير العادي اللي في السوبر ماركت عشان بيديني مراره، ملح، فلفل اسود، معلقه كبيره من زيت الزيتون، وبس كده. الكزبره والبقدونس يكونوا مفرومين ناعم جدا ويكونوا فريش اهم حاجه. نعمل الدريسنج طبعا بالزبادي والمايونيز، الزبادي هو الياغورت. هاخد هنا الزيت بتاعي زيت الزيتون، وهاخد عليه الزبادي اهو، الخضره بتاعتي طبعا مش هاخد كل ده، هاخد شويه واسيب لي شويه نزين بيه، نعمل بيه اللي احنا عايزينه. المايونيز، مايونيز اللي احنا عملناه كتير جدا مع بعض ممكن تعملوه، عصير الليمون اللي هو عصير الحامض، وشطه هريسه حلوه قوي او اي نوع صوص حار عندك بتحبيه. عندنا هنا بابريكا حلوه طبعا مش حاره، فلفل وكزبره ناشفه، القزبر يابس، ثوم مفروم، نشيل الحاجات دي نفض الدنيا، ونقوم واخدين الملح بتاعنا حسب الرغبه والفلفل الاسود حسب الرغبه. السلطه بتاعتي كده تعتبر خلاص، وانس ان انا عملت المكونات دي خلاص انا كده خلصتها، شايفين اهو بالشكل ده، واقلب الدريسنج بتاعي كله او الصوص بتاعي. الخضار دي بنعملها في الصوص، بننقعها في الصوص شويه حلوين، طبعا الصوص ده كله لا، هناخد على قد الكميه بتاعتنا اللي احنا هنحتاجها. هناخد الصوص ده هننقعه في الخضار، نحطه في الثلاجه شويه حلوين، يعني ساعه ساعتين ثلاثة ليلة، يبقى معاكي الله لو ليلة تبقى معاكي الخضار حلوة جدا وجميلة قوي. حطينا البسلة والفاصوليا، البطاطس المسلوقة، والجزر، الجزر اللي هو خيزو، والبطاطس اللي هي البطاطا. عندي هنا الصوص بتاعي، هاخد من الصوص ما يكفيني، طبعا هي تبقى ملغمة الصراحة بالصوص، ونسيبه هنا لو احتاجناه، وده فيه، وقلب تقليبة حلوة قوي، وقدمها باردة في التلاجة، يعني طالعة من التلاجة على طول على الأكل. قدميها بقى في طبق، واللي عايز يغرف قدميها في بولات زغنطوطة، في طبق صغيرة، في كاسات، في اللي انت حباه براحتك خالص اهو، شايفين بس كده. السلطة بتاعتي بقت جاهزة، ادور على حتة امسك منها ونيجي هنا. كنا هنشقلب الطبق دلوقتي اهو، هنزل بالسلطه بتاعتي كلها. طيب، وشويه من هنا ممكن، بسيط خالص. بس كده، والسلطة بتاعتنا بتبقى جاهزة على هذا الشكل. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.